هنتكلم عن الاكاديميات اللي معانا في دوري الحريف، واهم الاكاديميات لازم نتكلم عن اكاديميه جولدن بوي. اكاديميه جولدن بوي توخ، عندنا اتنين اكاديميه جولدن بوي، جولدن بوي بتاعت الكابتن احمد الباشا دي في القاهره، واكاديميه جولدن بوي توخ. بصراحه يعني الاتنين من الاكاديميات المميزه، ما نقدرش نفرق ما بينهم، والاتنين مشاركين بمواليد 2007. معانا طبعا الكابتن محمد خطاب المدير الفني لاكاديميه جولدن بوي توخ، هو هيكلمنا اكتر عن اكاديميه جولدن بوي. كابتن محمد اهلا بيك. ازيك يا كابتن محمود؟ اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله في نعمه. ازيك يا احمد عليك؟ ويعني بجلك تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام، وبشكر حضرتك على الفكره، صراحه فكره ممتازه جدا جدا. مش عايز اقول لحضرتك انا سعيد ان انا اجرب التجربه بتاعت دوري الحريف السنه دي، هي اول مشاركه ليا في دوري الحريف، ولكن مش عايز اقول لحضرتك يعني انا سعيد بالتجربه بشكل ممتاز جدا. فكره جميله جدا، مستوعبين اللعيبه اللي بره الانديه بشكل كويس جدا. فانا حابب ان انا اشكرك قبل ما اتكلم على كلمه جولدن بوي في اي اتجاه. احنا سعداء بوجودك معانا، ده اول موسم ليك ومتصدر تقريبا 2007، انت داخل بفرقتين جولدن بوي توخ الف وجولدن بوي توخ ب، عندك فرقه انت متصدر بيها هي في 2007. هو الحمد لله رب العالمين احنا ماشيين كويس في المجموعتين، في فرقه لعبت 7 ماتشات بفضل الله سبحانه وتعالى، كسبانين 7 ماتشات متصدرين المجموعه بتاعتهم. فرقه لعبت 6 ماتشات كسبت 5 وهزيمه 1. تمام. لكن بغض النظر عن النتائج كمان يا كابتن محمود، انا يعني بحيي حضرتك على الفكره نفسها، الفكره جميله ان احنا نحتك باكاديميات ثانيه. ما شاء الله المستوى الالتزامي عند حضرتك من جميع الاكاديميات اللي احنا شفناها شكل راقي جدا، شكل حضاري، ده فضل الله سبحانه وتعالى. دي اللي بتخلينا مستمتعين بالتجربه. وان كان بقى لو اتكلمنا عن الجوانب الفنيه، الحمد لله رب العالمين اللعيبه بتاعتنا استفادت بشكل كويس جدا من الاحتكاك ده. ده المهم، ده اهم حاجه ان اللعيبه تستفاد من المشاركه. النقطه الفنيه دي قابلنا اكاديميات قويه جدا عند حضرتك، بغض النظر عن الاسامي اللي انا هشرطها، مش فكره الاسامي. تمام. لكن التجارب اللي احنا عملناها، الماتشات اللي لعبناها، بفضل الله سبحانه وتعالى احنا كسبنا 7 ماتشات، لكن اغلب الماتشات كانت بتبقى النتيجه قريبه 4-3 و3-2 والكلام ده كله، فده معناه ان الامور كويس، يعني المستويات الفنيه قريبه، اللعيبه بتاعتنا بتستفاد بشكل كويس جدا، سواء بقى في الاحتكاك في السفر واللعب وتجربه ان انت يبقى في دوري والكلام ده كله. دي طبعا فرصه ممتازه جدا للعيبه بتاعتنا انها تحتك، وبتبقى فرصه كويسه كمان للعيبه انها تتشاف بشكل كويس. ضيف على كده كمان ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا لما اللعيب بتاعنا يقدر يحط رجله في اي نادي، بفضل الله سبحانه وتعالى تبقى الامور عنده خلفيه ولعب دوري قبل كده، ما يروحش هناك يصطدم بامر بعيد عنه يعني. تمام. طيب اللعيبه اللي تألقت عندك خلال هذه المباريات قول لنا اسمائها. والله يا كابتن انا عندي بفضل الله سبحانه وتعالى عندي لعيبه يعني لعيبه كويسه جدا، ويمكن حتى نزلت فترات معايشه في بعض انديه الدوري الممتاز كانوا على وشك الانضمام. عندي نيمار 2000، طبعا انا داخل بفرقتين 2007، عندي نيمار، عندي الشرقاوي، عندي زياد خالد، عندي زياد سعيد، عندي علي مشعل البنا، محمد البنا، عندي مجموعه ممتازه جدا 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 من اللعيبه بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا بغض النظر عندي محمد جمال، عندي لعيبه قدرت تقف على رجليها كويس جدا، قدرت عندي يوسف الشيمي حارس مرمى ممتاز 2008 يلعب في دوري 2007. الفكره كلها ان احنا قدرنا نعمل توليفتين بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا طبعا بغض النظر عن النتائج، لا برضه اقول لحضرتك ان مشاركتي في دوري الحريف ما كانش الهدف كله نتائج قد ان احنا نقدر نوقف اللعيبه دي على رجليها. معاك اكاديميه الكابتن برضو من الاكاديميات اللي تعتبر من تبعك يعني، مش الاكاديميه بتاعت حضرتك، لكن اكاديميه الكابتن برضو للتوضيح هي تبع الكابتن محمد عبد الرؤوف ونجم مصر ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي، وان كان طبعا بيشرف على الاكاديميه هنا وهنا كابتن ايمن الاستاذ المحترمه، كابتن محمد عم جديده برضو مع حضراتكم في دوري الحرير، وماشي بشكل كويس جدا في المجموعه، ماشيين اول برضو. الاستفاده الفنيه برضو يعني وصلنا بشكل جيد جدا. او في ستار بانها برضو من الالوبيه بتاعت دي بتاعت الكابتن علاء برضو من فرق المشاركه. احنا نفس الاتجاه يا كابتن، احنا نفس المنطقه تقريبا الجغرافيه. وان كان يعني انا
استفاده تنظيميه دي حاجه، لكن الاستفاده الفنيه صراحه انا لازلت اشكر حضرتك عليها. يعني ان شاء الله باذن الله تتكرر التجربه بتاعتنا ويكون دوري الحريف في مكانه اكبر واعلى من اللي احنا فيه ان شاء الله. باذن الله، وان شاء الله السنه الجايه يكون دوري الحريف في القليوبيه وفي نادي توخ ان شاء الله. والله نتمنى، وده شرف لينا وشرف المنطقه كلها. شكرا كابتن محمد، انا بشكرك على المداخله دي وبتمنى لك التوفيق طبعا حضرتك وكل الفرق المشاركه في المرحله اللي جايه.